هسه الكومبلكس اسيد بيس ديس اوردر، قبل شويه سولفنا على السمبل اسيد بيس ديس اوردر وعرفنا شلون نستخدم الاي بي جي حتى نشخصها. في حاله الكومبلكس اسيد بيس ديس اوردر يعني اكو مشكلتين بالجسم، مثلا مشكله باللانك تسوي اسيدوسيس ومشكله بالكدني ما تقدر تصلح الاسيدوسيس، فبهالحاله نتائج الاي بي جي ما راح تكون شلون ما احنا نتوقعها وما راح يخدمنا الاي بي جي حتى نشخص. بعض الاحيان نحتاج الى نورموغرام حتى نشخص هاي الحالات، مثلا مريض عنده انفيزيما واحنا اتفقنا الانفيزيما تسوي ريسبيراتوري اسيدوسيس، اذا هذا المريض صارت عندها صار عنده دياريج راح يصير عنده دياريج تسبب ميتابوليك الكالوس اسيدوسيس، فالمريض راح يصير عنده ميتابوليك اسيدوسيس، هو بالاصل عنده انفيزيما هي كرونيك لانج ديزيز مسببت له ميتابوليك اسيدوسيس، فهاي النتائج اللي راح تطلع عندنا راح تمثل ميكست. يعني شلون؟ هو المفروض الكالوسيس يعني البي اتش شبيهة قليلة لو بي اتش، بما انه احنا قلنا الدياري تسبب ميتابوليك اسيدوسيس فمعناته انه البايكربونات قليلة، المتوقع انه البي سي او 2 لان اسيدوسيس راح تقل كذلك البي سي او 2 حتقل حتى تسوي لي كومبنسيشن، بس اذا اجينا لهذا المريض وشفنا البي سي او 2 عالية فمعناته انه سبب الاسيدوسيس مال المريض هو سببين، فقدان البايكربونات بسبب الدياريا وزيادة سي او 2 بسبب الانفيزيما، معناته هذا المريض ما يقدر يسوي كومبنسيشن، ولهذا هكذا مرضى يصير الاسيدوسيس عندهم اخطر من النورمال. بهالحالة الاسيد بيس ديستيربنس حيكون مور سيفير وراح نحتاج الى النورموغرام حتى نشخص الاسيد بيس ديسوردر بهيج حالات. Some instance الاسيد بيس ديسوردر are not accompanied by appropriate compensatory response. When this occur the abnormality is related to a mixed acid base disorder. يعني اذا صار عندنا acid base balance وما صار ويا compensation فهذا نسميه mixed acid base disturbance او complex. This means that there are two or more underlying causes for the acid base disturbance. معناته سبب الخربطة إلها إنه الخربطة صارت لسببين أو أكثر داخل الجسم، مثل قبل شوي ميتابوليك أسيدوسيس صار بسبب الدياريا وريسبيراتوري أسيدوسيس صار بسبب إنه المريض عنده إنفيزيما، فمعناته إنه المريضين عنده سببين للأسيدوسيس وفعلا هذا المريض ما راح يقدر يسوي كومبنسيشن بالريسبيراتوري عمود يعالج الميتابوليك أسيدوسيس اللي صار بسبب الدياري لأن هو أصلاً عنده حالة respiratory acidosis. For example, a patient with low pH إذا مريض عنده low pH would be categorized as acidotic. بديه low pH acidosis. وإذا فرضنا إنه هو metabolically mediated فراح نتوقع إنه البايكربونات تطلع قليلة. تمام؟ والمفروض شو يسوي هو metabolic acidosis المفروض يصير respiratory compensation. شلون يصير respiratory complication عن طريق تقليل الـ BCO2. إذا إجينا على هذا المريض وشفنا إنه البي سي أو تو مالته إليفيتد فإحنا راح نفكر إنه سبب الأسيدوسيس هو ميتابوليك أند ريسبيراتوري. تمام؟ Therefore this disorder would be categorized as mixed. Acidosis mixed. سبب ميتابوليك وسبب شنو؟ ريسبيراتوري. This could occur for example in a patient with acute bicarbonate loss from GIT tract مثل المريض عنده دياريا وياها انفيزيما شلون ما سولفنا. A convenient way to diagnose this a convenient way to diagnose this acid base disorder is to use acid base normogram. الacid base normogram هو هذا الacid base normogram هذا المخطط نستخدمه حتى نشخص mixed acid base disorder او complex acid base disorder. طبعا هذا المخطط يتكون من عدة اشياء، أول شيء هذا الخط العمودي يمثل البايكربونات، هاي الخطوط المائلة تمثل البي سي او 2، هاي الخطوط المنحنية تمثل البي سي او 2. تمام؟ وهاي المناطق الشيدد هاي نسميها الشيدد اريا، الشيدد هاي كلها هاي تمثل شنو؟ هاي تمثل السمبل اسيد بيس ديس اوردر. المناطق هاي اللي بين الشيدد اريا هاي تمثل complex acid base disorder، وهاي المنطقة البيضاء اللي بالنص تمثل النورمال. فهسه شنو
باستخدام هذا المخطط إذا طلعت لنا النتيجة ضمن هذا المنتصف راح نقول عليها نورمال. إذا النتيجة طلعت بأي مكان من هاي المكانات الشيدد راح نقول عليها هاي simple acid base disorder، وإذا النتيجة طلعت بهاي المناطق راح نقول عليها complex acid base disorder. طبعا شلون نطلع النتيجة؟ خلنا ناخذ مثال ونفرض شلون انه النتيجة تطلع. اول شيء راح ناخذ النورمال. النورمال هو البي اتش مالت المريض تكون 7.4، فهذا هو 7.4 بي اتش. البايكربونيت النورمال تكون 24، فهاي البايكربونيت. والنورمال بي سي او 2 هو تقريبا 40، فهو تقريبا هذا، فكلها راح تلتقي ضمن النورمال. فبما انه طلع مكان التقائها ضمن النورمال فراح نقول عليها انه هذا هو النورمال. ناخذ مثال اخر، نفرض انه المريض طبعا اي نتيجة تطلع ضمن هذا المربع فهي اسيدوسز، واي نتيجة تطلع ضمن هذا المربع الثاني فهي الكالوسز. طبعا هنا قايل ميتابوليك اسيدوسز، ميتابوليك الكالوسز، اكيوت ريسبيراتوري اسيدوسز، اكيوت ريسبيراتوري الكالوسز، كرونيك ريسبيراتوري اسيدوسز، كرونيك الكالوسز، كرونيك ريسبيراتوري الكالوسز. فهو مقسمها بهذا الشكل، مو مطلوب المخطط تنحفظ بس مطلوب انه تعرف تتعامل وياه. لنفرض انه مريض البي اتش مالته 7.3 والبايكربونيت 12، البي اتش 7.3 هاي البي اتش، بايكربونيت 12 والبي سي او 2 مالته نفرض انه 25. فحتى نشخص هذا المريض راح نجي نقول البي اتش 7.3 اللي هي تمثل هاي مكانها 7.3، فناخذ خط من 7.3 هاي هي تمثل البي اتش. هذا البايكربونيت اللي هي 12 وهاي ال 12 ناخذ خط عدل فراح يلتقون بهالمنطقة. تمام، البي سي او 2 هو قد 25، فهاي ال 25 تمثل مكان التقائهم جميعا، فمعناته هو شنو عنده؟ ميتابوليك اسيدوسز، ميتابوليك اسيدوسز. لو نجي على طريقتنا اللي سمبل طبعا لانه ضمن الشيدد اريا سمبل ميتابوليك اسيدوسز، نجي على الطريقه اللي تونا استخدمناها، الطريقه اللي قلنا انه بما انه البي اتش لو، شوف اللي طلع لنا ميتابوليك اسيدوسز معناته انه البي اتش لو، فشنو سبب قله البي اتش؟ اسيدوسز. شنو اللي سبب اسيدوسز؟ قله البايكربونيت وزياده البي سي او 2. لاحظ انه البايكربونيت قليله بس السي او 2 هو قليل، فمنو نختار؟ نختار البايكربونيت، نقول لأنها قليلة فهو عبارة عن ميتابوليك أسيدوسز. هل هو كومبنسيتد لو أن كومبنسيتد؟ بما أنه البايك الكومبنسيتد يعني أسيدوسز، شلون يصير له كومبنسيشن إذا كان ميتابوليك؟ الريسبيراتوري سيستم راح يسوي هايبر فنتيليشن يطلع سي او 2، فإذا البي اس سي او 2 قليل فمعناته هذا كومبنسيتد، فمضبوط أنه كومبنسيتد ميتابوليك أسيدوسز. وباقي الأرقام راح نطبقها على الجدول بهذا الشكل، إذا طلعت ضمن هاي المناطق الشيدد راح نقول عليها simple compensated، إذا طلع بهاي المناطق راح نقول عليها complex acid base disorder وهكذا. هذا الدايجرام هنا، this diagram اللي هو نسميه acid base diagram، شنو نستخدمه حتى نعرف type هل هو acidosis or alkalosis، نعرف severity. تمام، هذا الدايجرام على شنو راح نعتمد؟ راح نعتمد همات على البي اتش وعلى البايكربونيت وعلى البي سي او 2. هاي الدايجرام يعتمد على معادلة الهندرسون هسلباخ كويشن، يلا رسمي مو اعتباطيين. هنا بهذا الدايجرام حتى نستخدمه بشكل صحيح لازم ننطي مجال للكومبنسيشن. يعني شنو نقصد ننطي مجال للكومبنسيشن؟ اذا مريض عنده ميتابوليك أسيدوسز أو ميتابوليك الكالوسز، فاللانك تحتاج 6 إلى 12 ساعة حتى تسوي كومبنسيشن. فلازم المريض من يجيني وأنا شاك عنده فد ميتابوليك أسيدوسز أو الكالوسز، أنطي وقت 6 إلى 12 ساعة يلا أجي استخدم هذا النورموغرام حتى تطلع النتائج مضبوطة، لأن قبل 6 إلى 12 ساعة ما لحقت الريسبيراتوري يسوي كومبنسيشن. وإذا العكس، إذا كانت أنا شاك إنه المريض عنده respiratory acidosis أو الكيلوسيز وأريد أعرف هل هو simple low complex، فلازم أنطي المريض 3 إلى 5 أيام يلا
اجي استخدم هذا المخطط لان الكدني تحتاج 3 إلى 5 أيام يلا اسوي كومبنسيشن، مو من البداية احكم على المريض، فهذا مهم. المسألة الثانية انه اهم شيء انه احنا ما نتعامل ويا نورموغرام او ويا تحاليل وخلاص، لازم نحط بعين الاعتبار الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن. يعني احنا المريض اللي يجينا لازم ناخذ منه معلومات تاريخ المرضي، ولازم نسوي له فحوصات كلينيكال، هي هاي اللي راح نبني عليها قرار، مو مجرد بس التحاليل.